عذبت عذاب كثير، ولو شفت في جسمي هنا في حرائق بتاعت نار، يا هو كان بالسجاير بتطفو علي هنا بيدي، وفي جزء كبير من جسمي اللي عذبت وسجنت داني حوالي شهرين. طلعوني ب لكن اتفقوا معي ان انا كل اسبوع اجي اعمل توقيع، لو جونا اهلنا ذاته من البلد لو عندهم مشاكل سياسي في الخرطوم، واشترطوا علي انه بعد ما اطلع ما اطلع برا من الولايه نهائي، وكل اسبوع اجي اعتم في القسم بتاع جهاز امن والمخابرات الوطني. ليبيا لا فيها حكومه لا فيها شرطه لا فيها شيء، اي واحد بيقول لك انا شرطه، وناس كثير جدا جدا حاليا في السجون في ليبيا بيطلبوا منهم فلوس يشغلون من غير ما يدون رواتب بالطريقه دي، يعني يستخدمون كعبيد. في باريس لقيت ياهو شباب نايمين جنب مترو 2 في منطقة اسمها لاشابيل، شباب راكبين في خيام، قالوا دي فرنسا، ولو عايز تقدم لجوء هنا ممكن، وممكن تقدم لجوء أفضل في منطقة اسمها كالي. قاعد هنا في مدينة كالي دي في المخيم ده لي حوالي 8 شهور أو 9 شهور، وبحاول لبريطانيا، واهو إن شاء الله ربنا يسهل الأمور والواحد يعدي غادي يكون مع أصحابه. زي ما بكون عندكم فكرة عن المخيم بالأحكالي، الناس عايشة في بيوت من خشب وحياة سيئة جدا جدا، لكن اللاجئين هنا مع بعض تكاتفهم مع بعض ويكونوا أخوان مع بعض ويشاركوا الحياة، هي اللي مخلية الحياة إنها هنا تمشي. الحمد لله في كثير من المنظمات بتقدم مساعدات للناس.